بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنبغي نشكركم على هذه المبادره صراحه باش يدار برنامج عمل وانه يكون مفتوح تشاوري ما بين الصحفيين وبين الناس المسؤولين في المدينه. هذه بعدا راه خطوه ايجابيه. اول حاجه بغيت نهضر عليها نحط في مكناس الصوره اشمل. مكناس اون فوا تحيد ليها الرئاسه ديال الجهه راه مكانسة ولا ظهرهم للحيط، يعني الى المكناسي ما خدمش مدينتو راه ما كاينش اللي غادي يجي يخدمها ليه، لان الاموال ما بقاتش تجي لهنا ولا حتى تمشي لفاس عاد تجي لهنا. ما نهضروش على المشاريع، نهضروا على الاموال ديال 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 الطبيعه ديال بزاف الحوايج اللي تيمشيو لان اوتر سونتر عاد تيجيو منهم لمدينه مدينه مكناس. كاينين واحد كاينين بزاف المشاكل اللي في المدينه اللي الحل ديالهم ماشي صعيب، بحال هادشي ديال الإنارة العمومية ولا التسيير ديال سوق الجملة ولا كاين هادي مكناس. أنا شوي كازا بلونكي ماشي ولكن عزيزة عليا هاد المدينة. السير ديال المدينة ديال المرافق الكبرى ديال المدينة في كاع المدن ولا تبدل من استئذان شركات التنمية المحلية. علاش مكناس ما فيهاش حتى وحدة؟ سوق الجملة ولا أسواق الجملة لا ديال الخضر لا ديال السمك، علاش ما دارش الشركة ديال التنمية المحلية اللي هي تعطى هاد السير؟ علاش ما دارش شركة ديال التنمية المحلية اللي هي تسير ولا ديال المانتونونس ديال الإنارة العمومية؟ هادو الحلول اللي داروا في مدن كبرى كازا الرباط طنجة مراكش قنيطرة جات غير البارح وعندها واحد 4 ولا 5 الشركات ديال التنمية المحلية. تنهضر على ان اوتر بروجي ديال ديجيتاليزاسيون سابليفيكاسيون ديال البروسيدور. راه كاينين في مكناس كفاءات وخارج مكناس، هما ولاد مكناس اللي يقدروا يعاونوا الجماعه ديال مكناس غراسويزمون، زعما كاين غراتوي انهم ان مكناس تكون عندها واحد شيما ديريكتور ديال السيستم د انفورماسيون اللي يسهل على المدينه بزاف الحوايج. حاجه اخرى بغيت نهضر عليها هو المشروع ديال تاهيل المدينه العتيقه. ما يمكنش ان نعطيو تأهيل المدينة العتيقة لأون أجونس اللي في فاس. فاس هما صوبوا مدينتهم وتبارك الله عليهم، ولكن إلا بغيتي تصوب مدينتك راه خصك تصوبها أنت، ما غاديش يجيو يصوبوها لك الناس. ملاعب القرب بحال مؤخرا في كازا وفي الرباط نشأوا واحد رجع لسوسيتي ديفلوبمون لوكال شركات، لان درت واحد ليتود لقاو بان دوك الجمعيات اللي تيسيروا الملاعب ديال القرب، انا ضد ان تكون جمعيه تسير ملعب القرب، انا بغات الجمعيه دير شي حاجه دو بيان فوزونس تمشي ديرها الله يسهل عليها. اما باش نعطيوها واحد المورد اللي استرزقوا منه هذيك حاجه اخرى. دابا في كازا وفي الرباط كاينين شركه ديال التنشيط محليه ديال التنشيط اللي هي تتسير كاع ملاعب القرب اللي في الاخر ديال العام عندها واحد المداخل تتعود عوض ما الدوله هي اللي تخسر من الاموال العامه انها تدير المانتونونس ولا الاصلاح ديال هاد الملاعب، تولي ديك المساهمه اللي لعل المواطن اللي هي في مكناس 20 25 درهم غلا من كازا والرباط اللي ب 15 درهم. وتنشكركم ونتمنى ان المدينه تزيد قدام.